فيديو جديدة اليوم. الأكلة المشهورة عندنا في المغرب والأغلبية ديالنا كيستعملوها واللي هي بسطيلة ديال الدجاج، إن شاء الله تعجبكم وتطبقوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. قبل ما نبداو كنتمنى من كل قلبي تدعموني بالاشتراك ديالكم، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وكذلك ما تنساوش اللايك اذا عجبكم الفيديو. ونبداو الوصفه ديالنا ونقولوا شنو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. مقادير بسيطه جدا، غادي نحتاجو الاربعه ديال صدور دجاج. هاد الوصفه فهي كتكفي تقريبا 12 فرد، فغادي نحتاجو اربعه ديال صدور ديال الدجاج. غادي نحتاجو الخمسة ديال البصلات مقطعين قطع صغيرة. غادي نحتاجو اللوز مقطع مقلي، عفوا لوز مفسخ ومقلي في الزيت. وغادي نحتاجو الخمسة ديال البيضات، كذلك غادي نحتاجو القزبر والمعدنوس مقطع. غادي نحتاجو الورق البسطيلة او ما يعرف بالقلاش. غادي نحتاجو الفلفل، غادي نحتاجو كنقولوا ليه حنا الابزار، غادي نحتاجو السكنجبير، غادي نحتاجو الخرقوم الكركم، وغادي نحتاجو التحميره، وكذلك غادي نحتاجو الحامض مصير الحامض مرقد. فللتزيين ديال هاد الاكله غادي نحتاجو لوز ايفيلي، لوز مقطع شرائح رقيقة جدا كيجي بها الطريقة هذه. وغادي نحتاجو الزبدة الدائبة مع هنا. فغادي ناخدو المقادير ديالنا في طنجرة ديال الضغط. في طنجرة ديال الضغط غادي نديرو صدور ديال الدجاج، غادي نديروهم هنايا. صدور ديال الدجاج انا رقدتهم في الحامض وخل وملح، ف انتبهوا للملح. كذلك غادي نحتاجو القزبر والمعدنوس، بصل، حامض، شوية عصير حامض، كذلك القليل من الفلفل تقريبا جوج معالق صغيرة، جوج معالق صغيرة من التحميرة، كذلك من الكركم، كذلك من سكنجبير، انا هنا درت تقريبا 4 المعالق ممتلئه. غادي نحتاجو في طنجره ديال الضغط غادي نديرو كلشي هاد المقادير خلطناهم. ما تستغربوش انني ما درتش الملح، ولكن تعمد لان الحامض تيكون مالح بزاف، فما غاديش نزيدو الملح حتى نشوفو الكميه ديالو واش غادي تخصنا الملحه ولا لا. غادي نسدو على هاد المقادير في طنجره ديال الضغط المده ديال واحد 20 دقيقه، ونعاودو نرجعو ان شاء الله باش نكملو الوصفه ديالنا. نسيت ما قلت لكمش واحد المرحله مهمه، هي انني ضفت الماء للطنجره ديال الضغط ديالنا، ودابا ان شاء الله غادي نسدوها ونخليوها لمده 20 دقيقه كيف قلت قبيله، ونخليوها تطبخ لمده 20 دقيقه ونعاودو نتلاقاو باش نكملو المقادير. بعد ما طابت صدور الدجاج ديالنا ففرتتناها بهذه الطريقه هذه، فرتتنا هادوك صدور ديال الدجاج بهالطريقه هكا.
ودابا ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غادي ناخذ البيض ديالنا نهرسوه فوق من هذا الخليط ديال البصل. اوكي بسم الله. نتاكدوا من ان البيض سليم وغادي نزيدوه الخليط ديالنا. هذه البيضه الثانيه. البيض كنزيدوه الخليط باش نحصلوا على واحد الخليط متجانس. عفوا البيضه الثالثه غادي ندوه فوق النار حتى يشد الخليط في بعضه وعاد نجيبوه ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال البسطيله ديالنا. هاد الاكله كتعتبر من الاكلات الراقيه عندنا في المغرب ف مشهوره عندنا في كاع المدن كنديروها. درنا 5 ديال البيضات فنزيدو حتى 6 وبارك علينا. ناخذوها فوق النار طيب تشد في بعضياتها ان شاء الله. نحركوها مزيان وتتشد في بعضها ونتلاقاو باش نكملوا الايطاب نكملوا اخر مرحله في المونتاج ديال البسطيله ديالنا ان شاء الله ونتلاقاو بعد شويه. مرحله ثانيه وهي ما قبل الاخيره فغادي نحتاجو السكر الثقيل. انا عندي هنا 250 غرام ديال السكر الثقيل وغادي نحتاج اللوز اللي وريتكم قبيله قليناه وهرمشناه طحناه في الطحان ولا فحال هكا. غنخلطوهم بجوج وباش ندوزو للتزيين ديال 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 البسطيله ديالنا. ديالنا مع هذاك اللوز مهرمش كنخلطوهم بهذه الطريقه هذه. فالبسطيله هي بسيطه بزاف المكونات ديالها ما واعراش ولكن بنينه لذيذه بزاف فجربوها اكيد غادي تعجبكم. نتمنى تخليو لي تعاليق كيفاش جاتكم. الى جاب الله جربتوها او ذقتوها فاكيد غادي تعجبكم. دابا غندوزو للمرحله ديال التزيين ديالنا من بعد ما خلطنا كلشي هاد المكونات هادي. اخر مرحله ان شاء الله قبل الفرن. للمرحله الاخيره وهي المرحله ديال تجميع ديال هاد كامل المكونات في هاد الورقه فكنحتاجو كيف قلت لكم الورقه ديال البسطيله وكنديروها في واحد في واحد الاناء يكون غارق. غادي نبداو نديرو الطبقه الاولى اللي هي عباره عن دجاج. الطبقه الثانيه اللي هي عباره على الخليط اللي درنا من البيض ومن البصل اللي طب فيه الدجاج بهذه الطريقه هذه. والطبقه الثالثه واللي هي اللوز مع السكر الثقيل. فغادي نخلطوا هذه المكونات كلها هي ودابا غنبداو نسدو في هذا الاناء ديالنا. كنجمعوها بهذه الطريقه كنطويوها بسيطه بزاف ما صعيباش. خرجوها دابا غادي نعاودو المره الثانيه. ناخذ الورقه ديالنا ونقلبوهم بحال هكذا اللي كانت لتحت ردوها الفوق ونسد ونغلف بهذه الطريقه.
نخرجها كتجي بهالطريقة. كنحطوها في اناء اللي غادي ندخلوه الفران ديالنا وغادي نكملوا بهاد المراحل حتى نساليو كل شيء. اخر مرحله اللي هي غادي نديرو قبل اننا ندخلوها الفرن فكنديرو واحد عود بحال هذا وتنثقبو به البسطيله ديالنا باش ما تنفش فكنثقبوها كلها بهالطريقه. باش تنفس لينا البسطيلة ديالنا الورق البسطيلة كيكون رقيق بزاف فكيتقطع او كيطرطق فهذه هي الزبدة ديالنا فكندهنوا بها كامل هاد البسطيلة ديالنا كندهنوها قبل ما ندخلوها للفرن فكندهنوها مزيان المدة ديال الوقت اللي كتاخد معاكم تقريبا ساعتين فالناس اللي بغاو يحضروها خاص ياخدوا الوقت ديالهم فيها. انا اكيد انها غادي تعجبكم لان مذاقها رائع جدا. كندخلوها كطيب لمده 15 دقيقه من بعد كنزينوها باللوز وكنكملوا ليها الطيب ديالها. وبعد ما خرجناها من الفران كيجي الشكل ديالها بهالطريقه هذه كيف كتشوفوا كتجي هائله. غادي نقسم لكم وحده ان شاء الله باش تشوفوها كيفاش كتجي من الوسط باش تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل ديالها ان شاء الله. تسنوني انا نقسمها لكم باش تشوفوها. فانا ناخذ وحده نوريها لكم من الداخل كيفاش دايره. كيف قلت لكم زوقناها من بعد باللوز افيلي فكنقسموها كتجي مقرمشه من بعد ما كنقسموها كتجي بهالطريقه هذه كيف كتشوفوا كيكون فيها اللوز والدجاج والخليط اللي درنا بالبيض والبصل. فكنتمنى منكم انكم كاملين جربوها لانها اكيد غادي تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تزوروا القناه ديالي وتدعموني باللايك والسبسكرايب ديالكم وتشتركوا معايا وتشجعوني. انا كنتسناكم كاملين تجيو لعندي ومن هنا لهذيك الوقيته خليت لكم راحه البال. الى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناتك.